مبروك. في مفروض يعني احنا الاثنين النهارده نبقى اسعد اتنين في الدنيا. انا عمري ما كنت اتخيل اني اتجوز واحد في قلبك وحنيتك. طب ايه؟ اني اتجوزتك دي امنيه من امنيات حياتي واتحققت. طيب في ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ انا حاسه اني خنت بابا. ليه بتقولي كده؟ لانه بابا عمره ما كان هيرضى اني اتجوز بالطريقه دي. انا مستعد اعلن جوازنا للدنيا كلها، انا ما عنديش مشكله. لا مش دلوقتي ارجوك. انت غريبه قوي، انا كنت فاهم انك اول واحده هتصمم ان احنا نعلن جوازنا. انا مش خايف، انا بحبك قوي وعايز اعيش معاكي بقيه عمري، الا اذا يعني كنتش لسه واثقه انا بحبك قد ايه، او كنت لسه مش واثقه من احساسك ناحيتي. سمر انا كده هقلق، انا حاسس انك مخبيه حاجه عني. جايز في سنين كتير بينا، لكن السنين دي مش بتبعدنا عن بعض، بالعكس دي بتقربنا اكتر. عارفه ليه؟ السنين دي خلتني اعرف انا عايز ايه. السنين دي خلتني لما اختار تاني اختار صح. انت الانسان اللي انا عايز اعيش معاها. اذا كنت انا محتاج لك فده مش معناه انك تضغطي على نفسك. لو حسيتي في أي لحظة، حتى في اللحظة اللي احنا فيها دي، إنك عايزة تبعدي، أنا ما عنديش مانع. أنا كل اللي يهمني سعادتك. أنا عايزة أعيش معاك العمر كله. أنا مصدقك، بس مش فاهم رد فعلك. معلش استحملني. مفاجأة حلوة. أنا صممت إنه يبقى موجود هنا علشان أعمل أي حاجة بحبها وأنا معاكي. عن إذنك. لا أنا الأول. هنشوف دلوقتي مين التلميذ ومين الأستاذ.